مع هذه الانطلاقات ومع هذه التحديات الرائعة. أعلنت انطلاقة شوطنا الحادي عشر في تعداد أشواطه مسائي هذا اليوم، الشوط الحادي عشر مشاهدينا متابعينا الكرام، وهو شوط خاص بالإذاعة الإبكار المحليات الأصايل المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ. مسافتنا المعتادة والمقررة هي 6 كيلومترات. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع البداية، نتابع المقدمة، نتابع الصدارة، نتابع التحديات المثيرة والانطلاقات الرائعة في هذا المساء الجميل. ومع هذا التحدي الرائع ومع هذا السن، سن الإذاعة، سن الإمتاع، مع هذه الانطلاقات الجميلة في هذا الجو الرياضي، في هذا الجو الغايم، نتابع بداية هذا الشوط. وأرهني اللي انطلقت واندفعت بناموس هذا الشوط منذ البداية مشاهدينا متابعينا الكرام، مياسة التابعة لهجن العاصفة، يقدمها الواثق حمد بن راشد بن غدير من أعلن انطلاقة مياسة، وهي تنطلق بهذا الاندفاع المثير، تليها مع المركز الثاني هملولة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، ومتابعة سعيد بن عبيد الحميري، ننطلق مع المركز الثالث كي أرى التحديات مع المركز الثالث. والانطلاق أيضا من حشيمة لسمو الشيخ زايد بالمرب المكتوم، المكتوم حمد بن علي العويسي من يتابع انطلاقة حشيمة مع المركز الثالث ورابع التحديات. أرى هني هدف من تنطلق مع المركز الرابع وخامسا من الجانب الآخر سرابة، ومع المركز السادس بشاير، جميعا بشعار هجن العاصفة يقدمها واثق المضامرين حمد بن راشد بن غدير. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، وندانا الأول للست المراكز الأولى في هذا الشوط أيضا، والمشاركة مع هذا التحدي المثير مع هذا الانطلاق الرائع. ولكن لنا عودة مشاهدينا متابعينا الكرام مع البداية، مع المقدمة، مع التحدي المثير، مع الانطلاق الرائع. نعود بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، ومع الكادر العلوي لقناة دبي ريسينج، حيث أرى هناك أيضا التحديات المثيرة والانطلاقات الرائعة في هذا المسار الجميل، ومع هذا الاندفاع الرائع مشاهدينا متابعينا الكرام. الصدارة والمقدمة وهملولة من يرى الشوط منذ البداية، وهي تندفع بمقدمة هذا الشوط، والشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم، ومتابعة سعيد بن عبيد الحميري. ولكن أرى تنافس والصراع مع المركز الثاني من مياسة، من مياسة اللي بدت أيضا تعلن الهجوم وتعلن التحدي في هذا المسار الجميل والرائع. مياسة التابعة لهجن العاصفة يقدمها واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير، بينما انطلقنا مع المركز الثالث بأراء التسلل أيضا من الجانب. المركز الثالث نتابع التحديات أيضا من سرابة، وأيضا بشعار هجن العاصفة يقدمها واثق المضبرين حمد بن راشد بن غدير. حشيمة تصل مع المركز الرابع لسمو الشيخ زايد بالمرب المكتوم، المكتوم وانطلاقة حمد بن علي العويسي مضمر الخمس نجوم، ينطلق أيضا بتحدياته، وانطلاقة حشيمة مع المركز الرابع
بينما اذا انطلقنا مع المركز الخامس بئر التحديات من هدف تليها، وايضا بشاير تنطلق مع المركز السادس اثنتين بشعار هجن العاصفه وانطلاقه الواثق حمد بن راشد بن غدي. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام مع تحدياتنا ايضا ومع هذا الانطلاق المثير ومع هذا الاندفاع الرائع، نعود مع الصداره نتابع البدايه نتابع المقدمه، وارى هناك ايضا اللي قائد المجموعه منذ البدايه هملوله من تسيطر كل السيطره على مجريات هذا الشوط بشعار هجن العاصفه وانطلاقه الواثق حمد بن راشد او عفوا هملوله لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم، ومتابعه سعيد بن عبيد الحميري احد الشباب من ينطلق ايضا بهذا الاندفاع المثير، ولكن التحديات القادمه من مياس التابع لهجن العاصفه يقودها بهذا الانطلاق الواثق حمد بن راشد بن غدير. سرابه تنطلق مع المركز الثالث التابع لهجن العاصفه ومتابعه حمد بن راشد بن غدير، ولكن ارى حشيمه مع المركز الرابع والشعار سمو الشيخ زايد بالمر بالمكتوم والمكتوم، ومتابعه حمد بن علي العويسي من يتابع انطلاقه حشيمه مع المركز الرابع المركز الخامس. ارى هناك ايضا القدوم في هذا الاندفاع المثير وهذا الانطلاق الرائع مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع سرابه ونتابع ايضا الانطلاق ايضا بهذا التحديات من بشاير وهدف مع المركز الخامس والسادس الثنتين بشعار هجن العاصفة وانطلاقة الواثق حمد بن راشد بن غدير، ولكن لنا عودة مشاهدينا متابعينا الكرام في اللحظات الأخيرة بالانطلاق المتميز مياسة 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 من انطلقة بناموس هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله الأداء الرائع، ولكن أرى هملولة مع المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري. من يتابع انطلاقة هملولة مياسة وهملولة والثنتين الثنتين الثنتين اللي ابتعدن ابتعاد كلي عن بقية المشاركين بقيادة مياسة اللي مصرة اصرار الفوز والتحدي لهدا ناموسي هذا الشوط لهجن العاصفة. تهانينا من هذه اللحظات لهجن العاصفة على فوز مياسة بالمركز الاول، والتهاني لحمد بن راشد بن غدير هملول مع المركز الثالث سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، ومع المركز الثالث تصل في ايضا سرابة من هجن العاصفة المركز الرابع لسمو الشيخ زايد بالمر بالمكتوم والمكتوم، والمركز الخامس تصل في هدف من هجن العاصفة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول مياسة إلى خط النهاية. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني موصولة تهانينا للواثق ايضا حمد بن راشد بن غدير من قاد مياسه في هذا الشوط 9:33 و5 أجزاء من الثانيه توقيتها الزمني، بينما الاسرت مع المركز الثاني. نتابع ايضا التحديات من هملوله لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم 9:33 و9 أجزاء من الثانيه توقيتها الزمني. التهاني موصول للمضمر سعيد بن عبيد الحميري، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث. نتابع التحديات القادمة أيضا والانطلاقات المثيرة بهذا الاندفاع المتميز. هذه لحظات وصول لسرابة تصل بتوقيت زمني مقدارة 9:41 و3 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني موصولة للواثق حمد بن راشد بن غدير.